قصر فؤاد سراج الدين أحد أهم المعالم التاريخية التي تحكي تاريخ مصر الحديث والمعاصر، يبلغ من العمر 110 أعوام. شيده الألماني كارل بيرلي عام 1908 على يد أمهر الحرفيين المصريين واليونانيين والإيطاليين، ويضم بين جدرانه أفخر أنواع الرخام الإيطالي والزجاج الملون المرصع بأجمل الرسومات. عام 1930 اشتراه سراج الدين باشا شاهين وأهداه إلى زوجته زكية هانم البدراوي. شهد القصر العديد من الحفلات والسهرات التي كان يحييها كبار الفنانين آنذاك، ومنهم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب. كما شهد اجتماعات حزب الوفد السرية، وزاره الملك فاروق والنحاس باشا وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات. وأقيمت فيه حلقات النقاش الثقافية والسياسية لكبار الشخصيات البارزة في المجتمع المصري حتى عام 2000. وقع ورثة القصر في ضائقة مالية كبيرة، وكان الخلاص منها بيع ذلك المعلم التاريخي دون التفكير في شخصية المشتري، فلا يوجد قانون في مصر يمنع البيع لغير المصريين، فآلت ملكيته إلى السفارة القطرية وتسلمت مفاتيحه وعينت حارسا عليه ومنعت أي شخص من الاقتراب. انتشرت شائعات في الأوساط الثقافية أن حزب الوفد يسعى لاستعادة القصر مرة أخرى، إلى أن الحزب نفى ذلك. أما وزارة الآثار فأكدت أن القصر غير مسجل لديها كأثر، ولا تعلم كيف حدث له ذلك رغم أهميته التاريخية. بينما أكد جهاز التنسيق الحضاري أن القصر مسجل لديه منذ عام 2007 ودخل ضمن مشروع عاش هنا، وأنه لا يتدخل في حال بيعه، وكل ما يهمه هو عدم المساس به.